تساؤلات كلها طرحتها، وراح أرجع أنيها مطرحها بخصوص قضية عباس. ممكن يا صحة الديوانية تقولون شنو هذه الأبرة؟ ممكن الصحة، مو بس صحة الديوانية، وزارة الصحة ترد علينا وتقول هذه الأبرة شنو كان بيها؟ حتى قتل الطفل؟ حتى أهل الطفل يريدون يعرفون شنو سبب وفاة ابنهم؟ هل يا ترى هي الأبرة منتهية الصلاحية؟ أم لمرض آخر؟ أم ماذا؟ هذا الإهمال المستمر لوزارة الصحة وبأرواح الناس فظيع جدا. وش قد نتكلم به، قبل شوية تكلمنا عن مشترين جدر بمليون و300، واليوم كاتلين أو البارحة كاتلين طفل، ضربتوا أبرة مال شنو إذا هو مجروح؟ عنده جرح، ترى ما قال لكم أنه هو حالته خطرة، انجرح بالموكب يحتاج وراء الضماد أبرة؟ أي واحد ينجرح يروح يضرب أبرة؟ أبرة شنو هاي حتى تموت طفل؟ شوف التعليقات. فكانت التعليقات بالفيسبوك عن الإهمال الطبي المستمر لوزارة الصحة. مستحيل أبرة بالخطأ إلا إذا كان عنده تحسس من مادة معينة وما يعرفون. المفروض الأهل يخبرون المستشفى إذا عنده تحسس، مو دفاعا عن الأطباء أو المستشفيات، بس دائما الأطباء أو الممرضين يسألون الأهل قبل ما ينطون أي علاج، بس الظاهر الأهل ما مخبريهم. ليش؟ أوكي، الأهل كانوا ممكن يكونون مخبوصين بالطفل أو بابنهم عباس، فنسوا. زين الأطباء أو الممرضين أو الممرض اللي ضرب أبرة، اللي ضرب الأبرة ما قدر يسأل أنه هو عنده تحسس من مادة معينة، عنده تحسس من شيء معين؟ لو خلص ضرب الأبرة والله كريم، شي يصير ويا عباس نشوف، احنا نراقب وضع الصحي. وين عايشين احنا؟ طفل يخدم بموكب ينجرح يموت، والله شنو راح للمستشفى؟ مستشفى حكومي، ده تخلون الناس حتى ما تطب للمستشفيات الحكومية. لأن اللي يطب والله العظيم يطب ما بي شيء، يطلع بأمراض. وكافي ما نحكي على الفيروسات اللي موجودة والنفايات والوسخ، وماكو تعقيم لكل المستشفيات الحكومية. والله طاب لي أكثر من مستشفى حكومية، واحد ما يقدر يبقى شوية بيها من الإهمال اللي موجود بيها. هاي الملايين اللي دا تصرف لكم وينها؟ المليارات يا ملايين، أحكي على مليون وثلاثة، لو احكي على مليارات تصرف من ميزانية دولة لوزارة الصحة، لكن الصحة وزارة الصحة تقتل المواطنين.